تطورات القضية الفلسطينية إذا موضوع برنامجنا لنهار اليوم الذي نسعد أن نستضيف فيه سعادة سفير دولة فلسطين بالجزائر السيد أمين رمزي مقبول. أهلا وسهلا بكم سعادة. أهلا بكم إن شاء الله. نجدد وترحيب بكم سعادة السفير مرة ثانية في برنامج زوايا الأحداث، ربما تطورات متلاحقة تشهدها القضية الفلسطينية سعادة السفير يتصدرها التصريحات العنجهية الأخيرة لبنيامين نتنياهو. بداية سيد أمين مقبل، ما دلالات هذه التصريحات وما وراءها؟ وهي تصريحات متسارعة على ما يبدو تزامنت وتنصيب حكومة الاحتلال الجديدة لخطط توسعية جديدة، ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟ والتوقيت جاء بناء على الوضع العربي والوضع الفلسطيني والوضع الدولي، وهو وضع ضعيف متردد لا يقف بوجه هذه الغطرسة الصهيونية. وهو يأتي أيضا، هذا الموقف الصهيوني يأتي امتدادا للمؤامرة الكبرى التي بدأت مع مطلع القرن السابق مع واعد بلفور المشؤوم. الأهداف الصهيونية الإمبريالية التي دعمتها الدول الإمبريالية في الوطن العربي هي للسيطرة على الوطن العربي وليس على فلسطين فقط. والحركة الصهيونية وجسمها تتمثل في الكيان الصهيوني تقوم بخطوة كل فترة زمنية معينة، خطوة إلى الأمام، وهي مستمرة في خطواتها لابتلاع الأراضي العربية وابتلاع فلسطين. وأعتقد أن المخطط الصهيوني لا يكتفي بفلسطين وإنما سيعمل على السيطرة على الوطن العربي والمنطقة الشرق الأوسط بشكل كامل، وإن لم يكن عسكريا فإنما اقتصاديا وسياسيا ومعنويا. وهذا ما يجري الآن بخطوات يعني متتابعة، وللأسف نرى هذه الخطوات أثمرت في بعض المناطق سواء العربية أو العالمية. هو التطبيق يأتي تطبيقا للاتفاق الذي أو ما أعلن عنه صفقة أو منظمة القرن، وبالتالي هو يأتي في هذا الوقت تنفيذا لوعودات الرئيس الأمريكي ترامب، والذي أعلن ما يسمى بصفقة القرن أو مظلمة القرن، والذي بموجبه أعلن رؤية ترامب ورؤية الإدارة الأمريكية لحل الصراع، وهو حل بغيض ويستهدف الحقوق الوطنية الفلسطينية ولا يعطي الفلسطينيين حقهم، بل يؤكد على الاحتلال والضم والاستيطان، يؤكد على القدس العربية عاصمة لدولة الكيان الصهيوني. طيب سعادة السفير، في هذا الإطار وأنت تتحدث ربما على موقف الإدارة الأمريكية، وزير خارجية الاحتلال فيما يتعلق بخطة الضم وتصريحات نتنياهو الأخيرة أكد في تصريح له أن التنسيق مع واشنطن مهم. هل يفهم من هذا التصريح أنه تم التنسيق فعلا مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن هذه الخطوة، خصوصا وأنه زيارة بومبيو كانت قبيل ساعات من الإعلان، وإن كان الإعلان متجدد وليس للمرة الأولى؟ بومبيو الذي قال نترك لحكومة الاحتلال أن تتصرف. هذا يعني تصريحات الوزير الأمريكي عبارة عن تضليل، والكل يعرف أن صفقة القرن تم صياغتها من قبل الإدارة الأمريكية والحركة الصهيونية، ووضعت برأي ورؤية إسرائيلية صهيونية بحتة، وأعلنت كذلك، وكان ذلك واضحا من خلال قرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية من نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، قطع المساعدات التي كانت تدفعها الإدارة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية لوكالة الغوث اللاجئين للقضاء على قضية اللاجئين، إنهاء قضية اللاجئين وحق العودة، إضافة إلى قطع المساعدات المالية عن السلطة الوطنية وغير ذلك من العقوبات. هذا من أجل إجبار القيادة الفلسطينية والسلطة الوطنية على السير مع ما سمي بصفقة القرن.
وطبعا القيادة الفلسطينية وقفت بكل صرامة وبكل قوة ترفض وتعلن أن هذه الصفقة لن تمر. وبالتالي الإدارة الأمريكية لا تنسق فقط، تنسيق بل تهندس، كلمة أصغر من ما يجري. ما يجري الآن هو اتفاق قوي ودعم قوي من قبل الإدارة الأمريكية للخطوات الإسرائيلية. وهناك لجنة شكلت منذ أشهر، لجنة مشتركة لرسم حدود الضم ومناطق الضم. هناك حديث فعلا سعادة السفير في هذا الإطار عن مساعي الاحتلال لتسريع الضم قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والأمر واضح جدا أنه الأمر تعدى مجرد التنسيق بل الهندسة في هذه الفترة بالذات. ويجوز أن يعني الحكومة الصهيونية تسعى إلى تسريع الخطوات على اعتبار أن الانتخابات الأمريكية قادمة وربما لا يعود ترامب للحكم، إضافة إلى ذلك استغلال انشغال العالم أجمع بوباء الكورونا. وبالتالي من الممكن أن الكيان الصهيوني يتعجل في هذه الخطوات. ولكن هناك أيضا عوامل أخرى يعني مضادة، أن التعجيل والإسراع ممكن أن يخلق حالة من التوتر غير مسبوقة وممكن أن تؤدي إلى انفجار. أعتقد أن الحكومة الصهيونية والإدارة الأمريكية تنظر إلى هذه المسألة بدقة وبحذر. التسريع ممكن أن يخلق حالة انفجار، والبطء ممكن أن يؤثر في نتائج الانتخابات الأمريكية. فهم في حيرة أعتقد من أمرهم. ولكن ما سمعته من ما تسرب من أخبار عن القيادة الصهيونية بأنهم سيأتون على تطبيق المخطط الضم تدريجيا وليس بشكل متسرع ربما لحسابات سياسية أخرى. وما نحن فاعلون؟ سوف نأتي للنقطة الجوهرية فيما يتعلق بالخيارات الفلسطينية سعادة السفير، لكن ليس قبل أن نتحدث عن جسامة وخطورة ربما هذه الخطوة، ليست بالجديدة على الكيان الصهيوني لكن بهذه الطريقة. الأمر يتعلق أيضا بحديث عن الأغوار، عن شمال البحر الميت، أيضا عن الضفة الغربية، عن أجزاء محددة. ما تداعيات هذه الخطوة على الأرض؟ على الأرض تعني يعني منع قيام دولة فلسطينية، وبالتالي تقسيم الضفة الغربية إلى كنتونات مستوطنات تفرض إسرائيل السيطرة عليها والسيادة عليها، أغوار منطقة الأغوار وشمال البحر الميت تضمها إلى الكيان الصهيوني، وأيضا المستوطنات ومدينة القدس تضم إلى الكيان الصهيوني. لم يبقى لفلسطين أو للضفة الغربية سوى كنتونات محاصرة وطرقات خاصة، وبالتالي لم يعد هناك إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. وهذا ما تسعى له الحركة الصهيونية باعتبار ما يرددونه دائما، أن لا مجال لقيام دولة فلسطينية بين البحر والنهر، يعني فقط دولة الكيان الصهيوني. وهذا يعني يؤدي إلى أضرار كبيرة، إضافة للأضرار الوطنية والسياسية هناك أضرار اقتصادية. منطقة الأغوار تعتبر منطقة سلة غذائية للفلسطينيين في الضفة الغربية، ومنطقة المستوطنات المسيطر عليها هي مناطق أيضا زراعية مهمة. بالتالي تخسر فلسطين خلال هذه الخطوات الإسرائيلية الكثير الكثير اقتصاديا. وإضافة يريدون الإبقاء على غزة فقط. نعم، هم يعني أعلن أكثر من مرة نتنياهو أقيموا دولتكم في غزة. أما الضفة والقدس وخليل ونابلس وهذه المناطق يعتبروها أراضي ليست أراضي محتلة، هم يقولون أراضي محررة وفق مفاهيمهم التوراتية. وبالتالي يعني تطبيق هذه الخطوات الأخيرة يعني دمار أي حل سياسي أو أي مستقبل لحل سياسي.
نعم، يعني في ظل هذا الوضع القاتم للأسف سعادة السفير، وأمام صمت عربي وبلغة الصراحة أيضا عم يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هناك حديث عن الخيارات، الخيارات المتاحة أولا فلسطينية سعادة السفير لمواجهة خطط الاحتلال لمصادرة وضم مزيد من الأراضي في ظل صفقة التمدد والتوسع الاستيطاني، علما أنه هناك اجتماع مهم جدا طارئ للقيادة الفلسطينية اليوم سيعقد بعد أن تم تأجيله لبضع ساعات. ما الذي نرتقبه من قرارات كان أشتية قد وصفها بالقرارات الحاسمة؟ أيمكن أن نذهب إلى بعض الحدود؟ أعتقد لم يعد هناك خيارات كثيرة أمام القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بعد مثل كل هذه الخطوات. أصبح لزاما على القيادة الفلسطينية أن تتخذ خطوات حاسمة وجريئة وممكن أن تسمى يعني خطيرة. ما يمكن أن يعني تبعت القيادة الفلسطينية طوال الوقت السابق لجوء لمجلس الأمن، لجوء للجمعية العمومية، لجوء للاتحاد الأوروبي، لجوء لدول العالم، للمجتمع الدولي، للمجتمع العربي، للعالم، أن يقف العالم لوضع حد لهذه الغطرسة الإسرائيلية والعنجهية التي تمارس، ولكن العالم لم يتقدم سوى ببيانات سجل واستنكار ودعم وتأييد للفلسطينيين ورفض الاستيطان، ولكن الإدارة الأمريكية طوال الوقت كانت هي المهيمنة على الموقف السياسي الدولي وحتى العربي للأسف، وبالتالي أصبح الفلسطينيين ليس أمامهم مرة أخرى سوى أن يتخذوا هم بأنفسهم القرارات الحاسمة والجريئة. طيب أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني تحدث عن قرار مفصلي تاريخي سوف يتخذ اليوم خلال اجتماع القيادة الفلسطينية، ننتظر ماذا سعادة السفير؟ ننتظر وقف العمل بالاتفاقية الأمنية؟ ننتظر الذهاب إلى أبعد من ذلك لفك الارتباط حول اتفاقيات كثيرة؟ ما الذي ننتظره من اجتماع اليوم وقد وصفتم أن القرارات ستكون خطيرة بهذا التوصيف؟ أنا أعتقد أن يعني مسألة وقف العمل في بعض الاتفاقيات هذا ليس هو الحل. أعتقد أن الخطوة التي يجب أن تكون التي كان قد جرى حديث حولها منذ سنوات منذ عام 2000 في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، وهو إعلان قيام دولة فلسطين ذات سيادة على الأرض الفلسطينية التي تعترف بها كدولة، مثل ما يدعي الاحتلال فرض السيادة كما يقولون. نعم، تعلن القيادة الفلسطينية إقامة دولة فلسطين على الأراضي التي احتلت عام 67 وفق قرارات الأمم المتحدة. القرار هذا مرتقب اليوم؟ أعتقد أنه يجب أن يكون، وهذا القرار يعني فرض السيادة وإعلان الدولة وطلب من بقية دول العالم الاعتراف بالدولة الفلسطينية وطلب الحماية الدولية من إمكانية أن تقوم القوات الصهيونية باقتحام هذه الأراضي لفرض سيادتها، وبالتالي أعتقد أن هذا سيؤدي إلى انفجار للوضع ويؤدي إلى صدام وسيؤدي إلى تداعيات كثيرة جدا هي خطيرة بالنسبة للفلسطينيين وخطيرة بالنسبة للإسرائيليين، لأن هذا الاحتمال أن يؤدي إلى المواجهة، يؤدي إلى العنف والمواجهة، هذا الاحتمال الأكبر. ولكن قرارات يعني إلغاء اتفاقيات أو هذا لا، الكيان الصهيوني ألغى الاتفاقيات هو لوحده بطريقة تلقائية سعادة السفير، لكن هناك من يتحدث على ضرورة وقف العمل بالاتفاقية، وإعلان قيام دولة فلسطين على الأراضي المحتلة. نعم. تحت الاحتلال هذا كافي لوحده، كافي لوحده بأن ينهي كل الاتفاقيات وكل التعاملات وكل المعاملات التي تجري، وهذا كما ذكرت قبل قليل. نعم. خطير، سيكون خطير ومؤلم وليس سهلا على الشعب الفلسطيني وإمكانياته، إغلاق بنوك، وقف تحركات، يعني القوات الصهيونية مسيطرة في المنطقة، وبالتالي متوقع أن يكون هذا القرار، ولكن قرار سيكون حاسم وخطير، ولهذا أعتقد أيضا أن القيادة الفلسطينية ستطالب بالحماية الدولية وتسريع الحماية الدولية، وبالتالي أيضا فرض السيادة على الأراضي الفلسطينية، يعني ذلك عدم السماح لا للمستوطنين ولا لغير المستوطنين بدخول الأراضي الفلسطينية بحدود عام 67، وهذا يعني آخر طلقة ممكن أن نملكها لمواجهة هذا
العنجهية الصهيونية والاحتلال الإسرائيلي. سعادة السفير، تؤكدون أنها آخر طلقة سيستعملها الجانب الفلسطيني أمام وضع مسدود، الأمر تصفونه بدرجة الخطورة حتى وإن كان القرار حاسم وصائب بإعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد، قرار منتظر اليوم، لديه تداعيات على الداخل الفلسطيني، سيكون هناك عربدة إسرائيلية أيضا في إطار سياسة تجويع الداخل الفلسطيني ومزيد من الحصار، هذا يتطلب مساعدة عربية، وقد أكدتم لنا هذا قبل أن تدخلون إلى الاستوديو واستعملتم كلمة مؤثرة، ممكن هذا يقودنا إلى انتحار إذا لم تقف الدول العربية إلى جانبنا. لا أقول لا أستخدم كلمة انتحار تفضل. ولكن يعيدنا إلى البدايات، بدايات ما قبل 65، بدايات الثورة، يعيدنا إلى الوضع الذي إلى الانتفاضة. سعادة السفير، ثورة وليس انتفاضة، أكثر من ذلك. نعم، وبالتالي خطورة تكمن في أن الاحتلال يعني بقواته وإمكانياته العسكرية ممكن أن يكون أكثر قسوة مما كان عليه سابقا، وخاصة أن الثورة ستكون في داخل البلاد، ولا أستبعد أيضا أن تكون الثورة تعود من الساحة الأردنية مرة أخرى، يعني الأردن أكثر تضررا، أكثر بلد متضرر من مثل هذه القرارات هو الأردن، وبالتالي الأردن والكيان الصهيوني يدرك بأن إمكانية عودة العمل الفدائي من الساحة الأردنية أيضا وارد، وقد قالها صراحة العاهل الأردني حين تحدث عن خيارات وتحدث عن مواجهة، فهمت كما فهمت، لكن حديث الخيارات يعني يتيح الحديث عن السيناريوهات المتعددة أيضا. نعم، لكن قرار القيادة الفلسطينية قرار راح يعني راح يكون قرار قانوني وليس يعني قرارا بالهواء، قرار قانوني يستند إلى قرارات الأمم المتحدة، مجلس الأمن والجمعية العمومية بإقامة دولة فلسطين على حدود عام 67 وعاصمة القدس، وبالتالي قرارات التي ستتخذها القيادة الفلسطينية مستندة إلى القانون الدولي وإلى المجتمع الدولي، وهذا يفرض على المجتمع الدولي أن يحمي قراراته وأن يحمي تبعات هذه القرارات، وهي إعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضي عام 67. تملك البعد القانوني والبعد الشرعي والبعد الدولي. ربما هذه القرارات المرتقبة في اجتماع القيادة الفلسطينية اليوم، عذرا لسعادة السفير لكني أطرح أسئلة الشارع الفلسطيني أيضا، لأنه كان حديث في اجتماعات سابقة وفي أوضاع حرجة كثيرة وفي قرارات عنجهية للاحتلال لإلغاء الاتفاقية الأمنية، لربما فك الارتباط لقرارات جريئة تم الوعد بها، لكن لم نجد ذلك على أرض الواقع، كانت مجرد تهديدات، مجرد تلويحات بذلك. هل ما سيكون اليوم سوف يؤدي إلى استرجاع ثقة الفلسطيني بالدرجة الأولى في قرارات حاسمة يمكن أن تتخذ؟ أتوقعه يتجاوز قضايا الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية وغيرها من الاتفاقيات الموقعة بعد أوسلو. ما أتحدث به هو تجاوز لكل هذه القرارات وتطور نوعي وتطور تاريخي، بأن تعلن القيادة الفلسطينية عن قامت دولة فلسطين على حدود عام 67 كما ذكرت، مستندة إلى البعد الدولي والبعد الشرعي والتشريعي والقانوني. تأخير قرارات مثل هذا الذي كان يتحدث عنها المواطن الفلسطيني من تعاونات معينة كانت ستؤدي إلى ضعضعة الوضع الفلسطيني وضعضعة قضاء السلطة، ولكن هذا بعض ممكن أن تؤدي إلى دون مكاسب، دون أخذ نتائج منها، ولكن الآن إذا أعلنت الدولة الفلسطينية أوتوماتيكي بشكل طبيعي أوتوماتيكي وعادي ستقطع كل العلاقات، وهذا يعني خطوة أعلى من خطوة قطع العلاقات الاقتصادية وأمنية. بالتالي إذا كان هناك يعني حسم وصرامة فلسطينية عند القيادة الفلسطينية سيكون خطوة أعلى بكثير من الخطوات السابقة والتي كانت تؤجل على أمل أن يتحرك المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي الذي كان يعد الفلسطينيين باتخاذ خطوات وعقوبات تجاه إسرائيل، ولكن على ما يبدو أن الاتحاد الأوروبي لم يستطع حتى الآن أن يتخذ قرارات حاسمة
وفعلية وعملية. أستاذ صوبا، نعود للحديث عن الاتحاد الأوروبي، لكن قبل ذلك اجتماع اليوم سعادة السفير والأمر مهم جدا، تغيب عنها حركة حماس والجهاد، أليس كذلك؟ نعم، هو دعيت حركة حماس والجهاد لهذا الاجتماع باعتبار أنه اجتماع حاسم وتاريخي، وكان المفترض حسب اعتقادي أن يحضروا هذا الاجتماع، لكن اعتذروا عن الحضور، وكان مبرر عدم الحضور بأن اجتماعات سبق وأخذ فيها قرارات ولم تنفذ هذه. ربما نواصل من حيث توقفنا سعادة السفير، اجتماع اليوم الاجتماع الطارئ المهم، توقفنا من حيث عدم مشاركة حركة حماس والجهاد، أمامي بيان للحركتين يعني أكدا فيهما أنه لا يوجد مشاركة اليوم نظرا لعدم تمكن من التنقل، هذا أولا. ثم تحدثوا عن إمكانية الوصول إلى قرارات تؤدي إلى تكرار تجارب تبت فشلها، وبالتالي عدم الثقة واليقين تبرر الحركتين لعدم مشاركة اجتماع اليوم. يعني القيادة الفلسطينية على رأسها الأخ الرئيس أبو مازن يعني يملك من الحكمة والحنكة والغيرة الوطنية ما يجعلنا نثق بخطواته، وبالتالي الإخوة في حماس يريدون قرارات منذ فترة طويلة، وهم يتحدثون عن إلغاء أوسلو منذ خرجنا بأوسلو. القيادة الفلسطينية كانت تعول على دور دولي ودور عربي بأن يكون هناك دعم الموقف الفلسطيني في مختلف المجالات لتحقيق الأهداف التي وضعتها القيادة الفلسطينية، ولكن لم يتوفر هذا الدعم وخذلت القيادة الفلسطينية في أكثر من مرحلة. ورغم أن هناك قرارات كانت تؤخذ في القمم العربية وفي المجتمعات الدولية والتجمعات الدولية، دول عدم الحياز، المؤتمر الإفريقي، المؤتمر الإسلامي، في مجلس الأمن، في الجمعية العمومية، هناك الكثير كثير من القرارات التي تدعم القضايا الحقوق الوطنية الفلسطينية، وهذا ما كان يعتمد عليه القيادة الفلسطينية تعتمد عليه، ولكن للأسف القرارات لم يجري وراها دعم وتنفيذ. يعني قرارات جميلة ومعنويا ولكن لم يجري وراها تنفيذ. كانت القيادة الفلسطينية تعول على أن يجري هناك تنفيذ لهذه القرارات، ضغوطات عربية ودولية لإلزام يعني هو من منعها من أخذ زمام المبادرة؟ لم ربما نستفيق متأخرين نوعا ما سعادة السفير، وتعلمون جيدا وقد استضفناكم في برنامج وبرامج سابقة، كان هناك حديث عن ترك فرص الاستلام، عن المفاوضات، وهي كانت موؤودة أصلا. يعني كانت هناك يعني بعض الدول والأصدقاء حتى الدول الأشقاء العرب كانوا يعني يقنعون القيادة الفلسطينية أن من الممكن أن يكون هناك انفراج، من الممكن أن تطبق مثل هذه القرارات، ولكن الآن بعد هذا الوقت الزمن، بعد هذه الإجراءات الإسرائيلية على الأرض وقرارات الضم وقرارات الاحتلال التي تجري بشكل متسارع، وأمام الموقف الضعيف للمجتمع الدولي والعالم العربي، اضطرت القيادة الفلسطينية لاتخاذ قرار، أو ستضطر لاتخاذ قرار، لا أقول أخذت القرار، ولكن ستضطر وفق كل المعطيات الموجودة إلى اتخاذ قرار هو قرار تاريخي وقرار مصيري وقرار خطير، ويترتب عليه كثير كثير من الصعوبات. وهذا أمر يعني لا أقول ليس بالإمكان اتخاذه في وقت سابق أمام وعودات وأمام توقعات إيجابية. رغم أنه حركة حماس والجهاد وبعض الفصائل الفلسطينية تؤكد أنه ربما المواقف الضعيفة رسميا الفلسطينية هي ما أدت إلى تشجيع الاحتلال إلى مزيد من العربدة ومزيد من ربما سياسات المواجهة العنجهية هكذا وضرب آخر لقرارات الشرعية الدولية. أنا تحدث بما تقوله الفصائل الفلسطينية. هو ليس الموقف الفلسطيني الذي أدى إلى
الموقف الفلسطيني طوال الوقت هو موقف ثابت وحاسم ومتمسك الثوابت الفلسطينية، الموقف الذي شجع الكيان الصهيوني على مثل هذه الغطرسة والعربدة في المنطقة هو الموقف الدولي والموقف العربي، وليس الموقف الفلسطيني. الموقف الفلسطيني لم يكن في وقت من الأوقات متهاون ولا متهادن مع الاحتلال الإسرائيلي، متمسك بثوابته ومتمسك بمواقفه، ولم يتراجع في أي يوم عن المواقف الثابتة والحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني. نعم سعاد سفير، ربما هذا الحديث عن إمكانية القرارات التي كان ممكن اتخاذها سابقا، لكن لو نتحول لحديث مهم جدا، نحن أمام عربدة جديدة عن جهية في وضح النهار أمام صمت دولي وعربي للأسف. حديث وحدة الداخل الفلسطيني حديث مهم جدا، لا يمكن مواجهة لا صفقة القرن ولا خطة الضم ولا التهويد في ظل تشتت الصف الفلسطيني. لم يحين الوقت سعادة السفير لرأب الصدع الفلسطيني وتجاوز كل الخلافات أن نصب كل الجهود لصالح عدالة القضية الفلسطينية؟ وأين وصلت ربما عملية المصالحة التي قيل عنها الكثير؟ وبالتأكيد بالتأكيد يعني عملية الوحدة الوطنية وأمن الصف الوطني الفلسطيني هو من أهم الأسلحة ومن أهم القوى التي ممكن أن تعزز الموقف الفلسطيني وترفع سقف الفلسطينيين. ولكن للأسف الانقسام لا زال قائما، والانقسام يعني تدعم استمراريته، الاحتلال الإسرائيلي يدعم استمراريته، لا يساعد على إنهاء الانقسام. ولا أريد أن أدخل بتفاصيل من الذي يدعم الانقسام سواء بالمال أو بغير المال، لكن هناك جهات دولية وهناك جهات عربية وهناك إسرائيل أعلنت، نتنياهو أعلن أكثر من مرة أنه لا يريد أن تعود الضفة لغزة وغزة للضفة، وبالتالي هناك معوقات خارجية. أعتقد أن الموقف السياسي لدى الجميع موقف واضح ومحدد، الكل مجمع على برنامج منظمة التحرير، كل مجمع على إقامة الدولة الفلسطينية بحدود عام 67 عاصمة القدس حق عودة للاجئين، وهذا هو برنامج منظمة التحرير الذي تبنته حماس في فترة سابقة، وبالتالي ليس هناك خلاف سياسي، هناك تدخلات وهناك تحريضات من قبل جهات دولية وعربية وأيضا إسرائيلية بطريقة غير مباشرة تساعد على استمرار الانقسام. تحريضات بالنسبة للطرفين سعادة السفير أو لطرف واحد بتاعت. حتى نكون منصفين، لأنه في حديث ربما عن خطط إسرائيلية لإجهاض أي محاولة وحدة فلسطينية أيا كانت. خطط إسرائيلية يعني ربما كانت سابقا غير واضحة، ولكن الآن واضحة، خطط إسرائيلية واضحة، هي تعمل على تعزيز الانقسام وتعزيز إقامة ما تريده هي وما أراده غيرها من بعض الجهات الخارجية، إقامة دويلة أو كيان إسلامي في قطاع غزة، وهذا أمر معقول، يعني دولة إسلامية أو كيان إسلامي في قطاع غزة، هذا ما يعتقدون أنه يساهم في عدم قيام دولة فلسطينية. وحركة حماس تقول أمر آخر، حتى ربما نتحدث باسم كل الأطراف، وتعلمون جيدا سعادة السفير الجزائر مع وحدة الصف الفلسطيني بكل فصائله وبكل ألوانه السياسية وبكل أطيافه. وسؤالي، أين وصلت عملية لمش لحد الآن؟ يعني هناك يعني اتصالات دائمة موجودة ولم تنقطع الاتصالات، دائما هناك اتصالات سواء على مستوى حتى على مستوى الرئيس أبو مازن مع الأستاذ إسماعيل هنية أو على مستوى أعضاء لجان الحوار، دائما تجري اتصالات، ولكن لا أدري يعني في اللحظات الأخيرة يكون هناك تعقيدات، يعني عقبات، من يضع هذه العقبات؟ لا مجال الآن للحديث حول هذه العقبات ومن يضعها وما هي هذه العقبات، ولكن نحن نقول أننا بوحدتنا نسوي قوة أكبر، بوحدتنا نساهم في إنهاء الاحتلال أبدر، وبالتالي نتمنى ونأمل من الله تعالى ونأمل من كل القوى الخيرة والطيبة في الشعب الفلسطيني وفي الوطن العربي أيضا أن تساهم في إنهاء هذا الانقسام، لأن بعض الجهات كما ذكرت لا تساهم في إنهاء الانقسام بل تساعد على استمرار الانقسام. نعم.
ساعدت السفير. امر اعتقد اصبح واضحا لجميع هذه الجهات من هي واين اتجاهاتها. طيب سعادة السفير، في حديث ربما وحدة الداخل، حديث رأس الصف العربي هذه المرة لنصرة القضية الفلسطينية، لمركزية القضية الفلسطينية، وقد مرت على ذكرى النكبة أيام قليلة فقط، ما المنتظر من الدور العربي الآن أكثر من أي وقت مضى؟ أمام درجة الخطورة التي وصلت إليها تطورات القضية الفلسطينية للأسف في ظل كيل بمكاييل، في ظل سعي بعض الدول العربية إلى التطبيع العلني وما إلى ذلك. يعني دور الوطن العربي أو الأمة العربية، ونحن على أبواب عقد مؤتمر قمة عربي مفترض أن يعقد في الجزائر إن شاء الله بعد انتهاء أزمة الكورونا الوباء، مفترض أن يكون أكثر حسما في مواقفه تجاه القضية الفلسطينية وتجاه الاحتلال الإسرائيلي. أولا أن يلتزم بقراراته، قرارات القمم العربية المتتالية، أن يلتزم بمبادرة السلام العربية التي دعت إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وبعدها ممكن أن يكون هناك تطبيع، ولأن لا يوجد تطبيع في ظل سيطرة واجتياحات إسرائيلية متواصلة للأراضي الفلسطينية، في ظل اعتقالات واغتيالات وقتل ودمار. أعتقد أن التطبيع خيانة في هذه المرحلة، وليس يعني ليس له أي مبرر أن تعود القمم العربية والأمة العربية إلى قراراتها السابقة وهي محقة ولن تكون عدائية، ولكنها أيضا تستند إلى قرارات المجتمع الدولي، قرارات الشرعية الدولية. وقبل كل شيء أن تتوحد الأمة العربية وأن تنهي خلافاتها الداخلية التي تؤثر، كما يؤثر الانقسام الفلسطيني على القضية الفلسطينية، أيضا يؤثر الانقسامات العربية الداخلية على القضية الفلسطينية وعلى القضايا العربية بشكل عام. وما نتمناه أن تتوحد كلمة العرب في القمة العربية القادمة، وأن يوحدوا الصفوف وأن يتخذوا مواقف حاسمة بما فيها قطع العلاقات مع الدول المتبعة. نعم. قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، صح، سفارات من الكيان الصهيوني، ومن ثم قطع العلاقات مع الدول المتبعة، قطع العلاقات مع الإدارة الأمريكية التي نقلت سفارتها، أول دولة نقلت سفارتها من تل أبيب إلى القدس الشرقية، وهذا كان هناك قرار قمة عربية يقول أن أي دولة تنقل سفاراتها إلى القدس، من تل أبيب إلى القدس، تقاطعها الدول العربية. هذا قرار قمة عربية، تنفيذ قرارات القمة العربية على الأقل. طيب سعادة السفير، تتحدثون عن القمة العربية المرتقبة في الجزائر، وإن أجلت لكن القضية الفلسطينية قضية محورية وستبقى محورية، ما الذي تتوقعونه من قمة الجزائر المقبلة وخصوصية الجزائر وفلسطين تعرفونها جيدا؟ يعني موقف الجزائر موقف تاريخيا موقف عظيم وموقف داعم ومؤيد، ليس للثورة الفلسطينية وإنما لكل حركات التحرر في العالم، ولم يتخلى الجزائر في يوم من الأيام عن أي من حركات التحرر وأي من قضايا العادلة في العالم، وفي مقدمتها قضية فلسطين. وبالتالي الجزائر بعلاقاته العربية والدولية قادر على أن يكون له دور قوي ومهم جدا في توحيد الصف العربي. وصلت الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. أهلا بكم مجددا سعادة السفير، فلسطين دولة فلسطين في الجزائر، أهلا بكم. نستكمل حوارنا ربما الشائك اليوم، لأنه يقف عند تطورات خطيرة تعيشها القضية الفلسطينية. آخر نوقف وقفة كانت لنا مع انعقاد القمة العربية والمرتقب من فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وهي القمة التي تعقد في الجزائر. كما ذكرت في البداية، الجزائر بلد هام جدا وبلد عربي يملك علاقات عربية جيدة له تأثير في الوطن العربي. بإمكان الجزائر باستضافته للقمة العربية أن يعمل على توحيد الصف العربي وأن يحل الكثير من الخلافات الموجودة في الأوساط العربية. وأعتقد أن الجزائر له تأثير في معظم الدول التي لها خلافات ثنائية. إضافة لذلك، الموقف الجزائري الوطني والقومي المعروف تاريخيا
كثورة جزائرية كتاريخ نضالي للشعب الجزائري مهم، بإمكانه أيضا أن يرفع سقف القرارات العربية باتجاه قضية فلسطين أو غيرها من قضايا التحرر العربي. وهذا يعني ممكن أن يكون يعني أداة جيدة لتمدد وقوة الوضع العربي وتحسين الوضع العربي، ليس في الوطن العربي فقط وإنما على مستوى العالم. والجزائر التي تقود القمة العربية القادمة نتوقع لها أن تكون هناك إنجازات هامة في هذا الصدد، في العودة الدول العربية إلى الجامعة العربية، عودة العلاقة بين بعض الدول العربية بعضها البعض، وحل الخلافات الداخلية، أيضا اتخاذ قرارات أكثر وضوحا وأكثر حسما تجاه القضية الفلسطينية، قضايا العرب بشكل عام. طيب سعادة السفير، حديثنا عن القمة العربية يعودنا للحديث ربما عن التطورات الأخيرة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. تحدثنا عن الموقف العربي، الموقف الأوروبي. سعادة السفير، أعلنت عديد الدول الأوروبية استهجانها لخطوة نتنياهو، لكن هل بالمقابل وبلغة الصراحة التي تعودنا بها دائما سعادة السفير يمكن التعويل عن الموقف الأوروبي؟ الموقف الأوروبي من ناحية سياسية واضح وجيد، وهو يدين الاستيطان ويعتبر الاستيطان غير شرعي وضم القدس غير شرعية ويعترف بالدولة الفلسطينية بشكل عام. ولكن يبدو أن الاتحاد الأوروبي لم يخرج من هذا الإطار حتى الآن، وهناك وعود تقودها بعض الدول الأوروبية بأن إذا استمرت الكيان الصهيوني بقرارات الضم والسيطرة على الأراضي الفلسطينية ممكن أن يتخذ ضده قرارات معاقبة ومقاطعات دولية. هذا إذا انتقلت أوروبا أو الاتحاد الأوروبي انتقل من مرحلة الشجب والاستنكار والتأييد للحقوق الوطنية الفلسطينية وشجب الاستيطان إلى مرحلة جديدة، وهذه مهم جدا، مرحلة اتخاذ عقوبات، هذا أمر يكون غاية الأهمية. هناك حديث عن فرض عقوبات، لكن هل ستجسدها الدول الأوروبية التي كثير منها ترتبط عضويا بالاحتلال الإسرائيلي؟ أعتقد وحتى سهل إذا خرجت من السيطرة والإملاءات الأمريكية. الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا تخشى من الإدارة الأمريكية حتى الآن، ولكن ربما مع هذه الجائحة الدولية التي تصيب العالم وتصيب أمريكا، ربما تضعف الدور الإدارة الأمريكية كمسيطر وكملك للعالم وحاكم للعالم، ممكن أن يتحرر الاتحاد الأوروبي من السيطرة الأمريكية ويتخذ قرارات فيها مقاطعة وفيها عقوبات لإسرائيل. سعادة السفير، كنت قد سأسألك هذا السؤال حينا، يعني جائحة كورونا مثل ما يؤكد الملاحظون وحتى السياسيون ستؤثر لمفاعيل ولمتغيرات لعالم جديد تتغير فيه موازين القوى. كيف سيؤثر ذلك لنصرة القضية الفلسطينية باعتقادك؟ هل سيتغير شيء في القادم؟ نحن يعني الكل يدرك ويعرف أن الإدارة الأمريكية تضع كل ثقلها وتأييدها ودعمها للكيان الصهيوني وتدعمه بمليارات الدولارات سنوياً، وتمنع الدعم عن الشعب الفلسطيني وتمنع الدعم عن القضية الفلسطينية. وبالتالي إذا ضعفت الإدارة الأمريكية وضعفت الولايات المتحدة الأمريكية، ممكن هذا أن يرفع الضغط والتحكم والسيطرة الأمريكية على الدول الأوروبية وحتى على الدول العربية. كثير من الدول العربية تأتمر في أوامر الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وقضايا أخرى. بالتالي إذا ضعفت الإدارة الأمريكية وهي ضعفت، هذا ما هو ملاحظ الآن، فبالتالي ممكن هذا أن يغير في حالة الوضع العربي والوضع الدولي، وبالتأكيد سينعكس على الوضع الفلسطيني خيرا. هذا ما نتمناه ونأمله ونتوقعه. طيب الحديث عن موازين القوى المرتقبة تتغير من بعد جائحة كورونا ونتمناها أن تكون لصالح نصرة القضايا العادلة، يقودنا للحديث عن المعركة القانونية والمعركة الدبلوماسية التي كثير من نتحدث عنها حينما نتحدث عن عدالة القضية الفلسطينية. سعادة السفير، سفير فلسطين المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة كان رياض منصور قد أكد أنه فيه خطوات جريئة
على مستويات قانونية وعلى مستويات هيئات دولية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي وفقا للقانون الدولي. المراهنة على القانون الدولي إلى أي مدى يمكن أن تكون مراهنة عملية يمكن التعويل عليها أمام ضرب الاحتلال وقول دعوتنا على ذلك لكل قرارات الشرعية الدولية وهو من يقول أنا فوق القانون؟ نحن الآن نتوجه بقوة نحو المحكمة الجنائية الدولية والتي حاولت الإدارة الأمريكية وزمم الإدارة الأمريكية منع المحكمة الجنائية من تطبيق قانون الجنائية الدولية على فلسطين باعتبارها ليست دولة، واستطاعت القيادة الفلسطينية مع أصدقائها في العالم من تثبيت أن فلسطين دولة، وبالتالي من حق الجنائية الدولية أن تخوض تحقيقا دوليا فيما يجري من جرائم حرب في أراضي الفلسطينية في غزة وفي الضفة والقدس. وهذا انتصار يعتبر بالنسبة للقضية الفلسطينية، أعلنت السيدة بن سودة بأن القانون الدولي يمنح الجنائية الدولية بإجراء تحقيق في الأراضي الفلسطينية. هذا يعني استدعاء كبار المسؤولين الإسرائيليين الصهاينة على جرائم ارتكبوها، من بينهم نتنياهو وجينيتس. لكن ماذا بعد الاستدعاء وماذا بعد فتح التحقيقات وقد هناك تجارب سابقة سعادة السفير في هذا الإطار؟ الآن ما نتوقعه إذا كانت الإدارة الأمريكية لازالت في غطرستها وقوتها أن تمنع هذا الاستدعاء وأن تسحب عضويتها في الجنائية، تسحب دعمها كما تفعل عادة، كما فعلت مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من اليونسكو وغيرها. يعني هذا الأسلوب الأمريكي الحقير في إضعاف المؤسسات الدولية، ولكن نحن نتابع وبحسم وبقوة مع المحاكم مع محكمة العدل الدولية ومع الجنائية الدولية، ونعول عليها الكثير الكثير، ونأمل أن يأتي منها خيرا باستدعاء المجرمين حرب الصهاينة إلى المحكمة الدولية. لم يتبقى من وقت البرنامج إلا ثواني معدودات، نريده أن تكون لك رسالة إن أردت سعادة السفير بختام هذا البرنامج. نحن دائما نقول على الضمائر العربية أن تستيقظ حينما يتعلق الأمر بمركزية قضية بحجم القضية الفلسطينية وهي القضية القضية الفلسطينية تتعرض الآن لمحاولة تشويه الحقوق الوطنية الفلسطينية، محاولة طمس الحق الوطني الفلسطيني بإعلانات ومواقف من هنا وهناك تشكك في الحقوق الوطنية الفلسطينية. هذا أخطر ما تتعرض له، ولكن نحن واثقون بأن الضمير العربي والشعوب العربية التي اعتبرت القضية الفلسطينية قضيتها الأولى وقضية مركزية ستتواصل بدعمها وتأييدها للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الجزائر الحبيبة التي نكن لها كل الاحترام والتقدير، ونقول لشعبها ورئيسها وحكومتها كل عام وأنتم بخير.